أكد دكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في جلسة قمة المناخ المنعقدة في جمهورية مصر العربية حرص مملكة البحرين الشديد على الالتزام بالوصول إلى الحياد الصفري عام 2060. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين نفذت العديد من المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثلت في مجموعة من المشاريع الصديقة للبيئة، مؤكدا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدول الجزرية النامية والدول النامية ككل لمواجهة التحديات المناخية. أؤكد للجميع حرص مملكة البحرين وبشدة على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية باريس لتغير المناخ والالتزامات التي أعلنت عنها مملكة البحرين في مؤتمر غلاسكو للوصول إلى الحياد الصفري عام 2060. ولأجل ذلك وضعنا عدة أهداف قصيرة المدى من أجل تحقيقها بحلول عام 2035، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والخطط الوطنية التي اشتملت على أولاً الخطة الوطنية للتشجير التي تهدف إلى مضاعفة الأشجار في مملكة البحرين لقرابة 4 مليون شجرة بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف نعمل على زراعة 140 ألف شجرة سنوياً بين الفترة من 2021 إلى 2035 مع تبني الأساليب الزراعية المستدامة. ومن هنا نؤكد على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدول الجزرية النامية والدول النامية ككل لمواجهة التحديات المناخية وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بين مختلف دول العالم.